Zombie Apocalypse. مرحبا يا الربع، عساكم القوة. اليوم عندنا جهاز اللي هو من شركة فوبو دراج اكس. طبعا شركة معروفة غنية عن التعريف، اللي كانت نزلت شيشة إلكترونية قبل دراج. فهالمرة صممت جهازين هو دراج اكس ودراج اس. نوع نزلوا، انا حاليا عندي جهاز واحد. طبعا هذه بيكون بطارية خارجية، اما دراج اس بيكون بطارية داخلية. فالبطارية الداخلية بيكون سعتها 2500 ما، اما هذه البطارية الخارجية على الجهاز دراج اكس تقدر تستخدم البطارية اللي نستخدمها احنا في الشيشة الالكترونية، بطاريات عادية. فهذا الجهاز يختلف عن ذاك الجهاز في اشياء بسيطة، بس ان ذاك بطارية داخلية وهذه خارجية. بالنسبة هذه عندكم من 5 واط الى 80 واط تضبط، اما ذاك الجهاز من 5 الى 60 واط. طبعا في الطول. المهم يا جماعة الخير، هاي العلبة من خارج، هاي الباركود، هاي محتوى العلبة شنو داخلها، هاي الباركود، وكل شيء موجود هنا. خلنا جماعة الخير نفتح العلبة نشوف محتواها من داخل شنو اللي داخلها. شوف يا جماعة الخير، صورة واضحة عندكم. هذه هو دراج اكس، هاي دراج اس. في الفرق هاي الكتيب الارشادات وكيفية استخدامه، ذي هاي الكويلين اللي موجودين ويا الجهاز. الكويل الاولي بيكون 0.15 اوم والثاني 0.3 اوم. وطبعا الشحن سريع التايب سي، وتقدر تستخدم شاحن مال الشيشة الإلكترونية اللي عادي تشحن برا عقب تحط هذي. فعندك احتياط اذا يعني تقدر تستخدم بترين، اذا خلص بتري تقدر تستخدم بتري ثاني، بطارية ثانية، فما بتعطل على الشحن ماله. اما الدراج اس بطارية داخلية، اذا خلصت البطارية بتنتظر لين ما تشحن البطارية اللي هي موجودة داخل. فما دام هم مخلين 2500 ما، طبعا بتدوم على حسب استخدام الشخص اللي بيستخدمها. وحسب ما مذكور في الكتيب هني، الكويلات نفس الشيء، الشيبات اللي مستخدمين نفس الشيء. ساعة البود بيكون 4.5 ملي، يعني 4.5 ملي. فهذه الجهاز من داخل، هذه adjust حق air flow. شو يا جماعة الخير، هاي تسكر وهي تبطل. هني شيء حلو اللي بسوينا مميز ان الاير فلو هني موجود، لا هو موجود في الكويلات ولا البود ولا شيء. وتعبئة البود بتكون هالجهة كمان هالمكان. خلنا يا جماعة الخير شغل الجهاز. خلنا شغل الجهاز، اول شيء نخلي في البطارية. فعندي بطارية ماكس جو، عندي AWT، فنشوف اي بطارية شغالة فيهم. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس، اشتغل الجهاز فوبو دراج. عندكم الساعة تقدرون تضبطونها هني، تضغط على فترة بسيطة 5 ثواني تنقلب الشاشة. عندكم حق ترفع الواط، هاي زر التشغيل وتسحب فيه اللي هو فاير بتن يسمونه، وهاي البلس وهاي الماينس تحت، زيد الواط تقصر عليه. في عدة شغلات، تضغط على الزر الفاير بتن والتحت والبلس، انقفل عليك الجهاز نهائيا. يعني حتى لو خليته في مخباك والله اي شيء فما بروح يشتغل ولا اي شيء ثاني.
نفس الطريقة تفتح القفل. الحين القفل مفتوح، تضغط 1 2 3 انقلب الجهاز على السمارت والار بي. طبعا الجهاز فيه حماية عن عدة اشياء، تقدر تصفر عدد السحبات، كم سحبت، كم سحبة سحبت، وهالسوالف. شو يا جماعة الخير، نفس ما خبرتكم تحذيرات اللي يعطيكم اياها، اللي هو تشارجينج يعني يشحن شحن البطارية اثناء الشحن، وفحص البطارية، ماكس باور يعطيك الكويل ايش كثر يتحمل، واذا كانت الحرارة فوق تمب هاي، تايم اوت، ان عندك توقيت للسحبة تقدر تسحب فترة بسيطة، يعني عقب اوتوماتيك يوقف عندك الجهاز. وذا الاتمايزر القاصد يعني البود في شاي ولا الكول في شاي بعد يعطيك تحذير، وهم اذا البود مركب عدل بعد شك اتمايزر. هم ذاكرين في الكتيب هني ان تقدر تسوي ابجريد حق الجهاز. شوي يا جماعة الخير، software upgrading, customer has access to upgrade the software to the latest version on WIPO official website, which one require the specific type C USB cable equipped with WIPO product to contact the computer. Meanwhile, the side of the type C data line marked with shell face downward. يعني اذا نزل السوفت وير ولا شيء تقدر تسوي له ابجريد. فالجهاز لا تحديث، تقدر تحدثه اذا حبيت. فبالنسبة ما ذكرت لكم عن الكويلات اللي هو موجودين بالجهاز، اللي هي 0.15 اوم هو حق سحبات نكهات سحبات سيجار اللي سولت نيكوتين، اما 0.3 اوم حق 3 ام جي هاي نيكوتين. هون تقدر تستخدمه، يعني هالجهاز تقدر تستخدمه سحبة سيجارة، وهم تقدر تستخدمه كشيشة الكترونية. طبعا يا جماعة الخير، هذا الكويل اللي هو اللي 0.15 اوم، وتحمل طبعا من 60 الى 80 ولت. هاي الكويل الثاني اللي هو 0.3 اوم، يتحمل من 32 ل 40 فولت. هو اللي خبرتكم عنه ان تقدر تستخدمون عليه هاي نيكوتين و 3 بيس. طبعا اثنين هم بيكونون مش كويل، بيكون واضح عندكم. خلونا يا جماعة الخير نعبي نكهة اللي هي 3 بيس 3 ام جي 3 ام جي 50 ملي. فكل مرة كل ريفيو نحط كل نكهات اللي هي هاي سولت نيكوتين. فهالمرة نغير تبي على السريع، تقدر تشبع الكل بهالطريقة. والله تركبه في البود، تنتظر 5 دقائق 10 دقائق يكون أفضل. والطريقة سهلة، تركب الكويل، تركبه كذي لا بلا تفرى يمين ولا يسار. طبعا تعبي التانك اللي هو البود من الجهة، هاي الفاتحة هني، طبعا ناس ما خبرتكم دائما لا تعبون البود ولا كون تانك ولا اي شيء يعني فول حد، خلوا في مجال حق هواء. شو يا جماعة الخير، لحد الان هني اوكي.
خلونا ننتظر 5 دقائق بعدها ما انا شبعت الكويل. فنتكلم عن الجهاز. الجهاز مميزات كثيرة، يعني خلينا نقول يعني حطانه نشوفه على 5 واط. حلو. وإذا ركبت البود على طول راح على 35 شكاح. الأحمر اللي هو بيكون سمارت، الأزرق هو بيكون RBA 40 واط. طبعا ناس ما خبرتكم على الجست كوا، واضح بين عندكم. يا جماعة الخير، الفرق بين هالجهاز واللي هو الدراج اكس والدراج اس، الاس في ميزة واحدة اللي هي انه تقدر تسحب بدون ما تضغط على اللي هو الفاير بتن او زر التشغيل. هذه ما في ذيك الميزة. هذاك الجهاز قلنا لكم الفروق بخصوص البطارية الداخلية وسعته 2500 ما، وشيب نفس الشيء كل شيء، بس في الطول أقصر من ذي وفي الوزن بيكون أثقل من هالجهاز لأنه بطارية داخلية. فالمهم يا جماعة الخير، وهم ذوك الميزة اللي خبرتكم إنه بدون ما تضغط تقدر تسحب نفس اللي هي سحبة الكاليبان والسحبات اللي نزلت. فتصميم الجهاز جدا رائع يا جماعة الخير، حلو تصميمه، رائع جدا. تشوفوه تقدر ان تشحن الجهاز من طريق اللي هو الواير اللي موجود داخل العلبة. فالافضل ان تخلي عندك بطاريتين وتشحنهم، خلصت واحدة تركب الثانية ما تعطل. شيء واحد يا جماعة الخير، ان سوى الجهاز جدا روعة ويستاهل يا جماعة الخير، هذا يستاهل، هم ذاك الثاني يستاهل. اللي حاب يستخدم بطارية خارجية واللي حاب يستخدم بطارية داخلية، الناحيتين اداء الجهاز بالكويلين روعة جدا. بس شيء واحد انه ما في علاقة اللي هي تقدر تعلق الجهاز في رقبتك ولا شيء. هذا اللي ما في في العلبة موجود. أما بالنسبة للتصميم ما عليك، والجهاز موجود بعدة ألوان. هذا باللون الأسود بيكون اللي هو كلاسيك. وقدام كمان عبيته اللي هو 3 MG يدنر ليدي فروتس. فعندي نكهات وايد كثيرة، قلنا خلنا نجرب هذي على جهاز جديد ونشوف أدى الجهاز ويا النكهة، معنى ان طعم النكهة يوصل مكانه. اداء الجهاز جدا جدا قوي وقوي. الله فناس ما خبرتكم يا جماعة الخير في عدة شغلات صفر السحبات ويعطيك الشيب اللي موجود داخل والليفل كود زر التشغيل وزر اللي هو الماينس اللي هو يصفر عدد السحبات الباف
شوية جماعة الخير بوف كلين، هاي 45 واط. يا جماعة الخير، هذا الجهاز روعة وجد قوي جدا، فيستاهل عليكم به، وعسكم القوة ودمتم سالمين.